لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. انتشر خبر وفاة تغريد علاء شقيقة الفنانة أماني علاء اليوم الاثنين 21 سبتمبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق وعدد من الدول العربية نتيجة حادث مروري مروع. أفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن وفاة تغريد علاء جاءت نتيجة حادث مروري مؤسف تعرضت له أثناء سيرها بسيارتها في أحد الشوارع الرئيسية المزدحمة في بغداد. وبحسب ناشطين تم نقل شقيقة الفنانة أماني علاء بعد الحادث المؤسف إلى مستشفى قريب، مشيرين إلى أن محاولات الأطباء لإنقاذ حياتها باءت بالفشل وتم الإعلان عن وفاتها. نشرت قنوات على موقع يوتيوب مقطع فيديو قصير قالوا أنه يظهر لحظة وقوع الحادث المروري الذي أدى إلى وفاة تغريد علاء نتيجة الاصطدام بمركبة معارضة كانت تقودها. في المقابل لا يوجد تأكيد أو نفي حقيقي من الفنانة العراقية أو عائلتها حول ما إذا كانت ابنتهما تغريد علاء قد تعرضت لحادث سير أم لا، حيث أن المعلومات المتوفرة لا تزال غير دقيقة. وكانت تغريد علاء تظهر باستمرار مع شقيقتها أماني في البرامج الفنية على القنوات الفضائية العراقية للحديث عن تجربتها وعلاقتها بأختها المقربة وطموحها للمستقبل. حاولت العديد من وسائل الإعلام الاتصال بمصادر الأسرة حرصا على دقة خبر وفاة تغريد علاء شقيقة الفنانة أماني، بينما لم يرد أي رد حتى الآن. وفي وقت لاحق نشر حساب التقنية من أجل السلام تغريدة عبر تويتر يؤكد فيها أن عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو مرفق بخبر مفاده لحظة وفاة الفنانة تغريد علاء أخت أماني علاء في أربيل الله يرحمها. وأشار الحساب إلى أن مقطع الفيديو سجل عام 2019 في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية ويعود لحادث سيارة منع عائلة تجر عربة أطفال.